هنعمل ايه؟ قول لي بقى، انت كنت عايز تقول كده شويه حاجات مهمه، عايز تقول ايه؟ انا الواحد نفسه يفتح هنا سينما في ابو كبير، نلم الشباب فيها، يعني ايه الشباب بدل ما هم قاعدين على الكافيتريات والكافيهات يجي يقعدوا في السينما ويشربوا اللي هم عايزينه وياكلوا اللي هم عايزينه ونسمع فيلم حلو ومسلسل حلو. عايز يلم الشركه كلها، يعني عايز يلم الشركه كلها هنا في ابو كبير، والعيال عماله مش لاقي شغل والدنيا ابو كبير سيتي، عايزين ندلع كده في ابو كبير بدل ما نطلع بره، بدل نروح الجيزه نروح الهرم ندلع في الشارقه نفسيه، عايزين نطورها شويه. عايز بقى تسمي السينما بتاعتكم تسميها ايه؟ هي سينما ابو كبير. خش يا جيزه. سينما ابو كبير؟ سينما اقول لك على اسم، يعني اقول لك سينما بسكوت وخلاص عادي مش هتفرق. ايوه اقتراح، يعني اقتراح لاسم السينما لو ممكن حد يسمعك ويعملها لك فعلا. يعني سينما ابو كبير، يعني سينما محافظة ابو كبير عادي، يعني اقول لك كنت انا بس هنا كده. سينما ايه؟ يعني فابو عايزين سينما حلوه في ابو كبير. يعني ايه سينما محافظة ابو كبير؟ يعني اقول لك ايه مش عارف اقول لك ايه والله، بس بسبب يعني ايه بدل ما السينما في دماغي اللي انا عايزين ايه، بدل ما احنا بنقعد على كافيهات ونقعد على كافيتريات، لا نقعد في السينما. سيبك من انك تقعد على كافيهات وكافيتيريا وانك تجيب فشار، دي ماليش علاقه. يعني ايه سينما محافظه ابو كبير؟ سينما محافظه ابو كبير عادي. ابو كبير محافظه ولا مركز ولا قريه؟ يا مركز. ازاي محافظه؟ عادي. اللي هو ايه اللي عادي؟ خليناها كده، احنا بتوع ولاد موسى خليناها كده محافظه. محافظة ابو كبير هنعملها محافظة، بدل ما هتبقى فيها سينما هتبقى محافظة، هتكبر سميها محافظة الجيزة زي محافظة دي. الجيزة محافظة ماشي ماشي، احنا عايزين نخلي ابو كبير تتطور تكبر برضه شوية، خلي البلاد اللي هي الأرياف خلاها مدن بقى. عشان على عيني وعلى راسي. نرجع بقى للسينما بقى، مين اللي هيبقى المدير بتاعها؟ أنا مدير السينما. هنخلي الراجل ده أنا لك المدير بتاع السينما في المستقبل، هتعمل ايه؟ ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه بقى في السينما؟ عارف الراجل ده هيقول له انا هعمل. هتبقى مدير ازاي؟ ايه؟ هو عايز يمسك المدير ايه؟ ليه حرايق دي بقى؟ لا يا عم خد الراجل ده معاك وانا مروح. هو هيبقى مدير السينما عادي مش هتفرق. وانت هتبقى ايه بقى؟ سكرتير في السكرتير او اتش ار في الشغل. يعني استقبال موظفين عادي. اي حاجه. ايه اول قرار هتاخده بقى؟ ايه اول قرار هتاخده لما تفتح السينما؟ اول قرار هاخده يعني اللي انا يعني هحاول ان انا الم الشباب هتلمهم في السينما. بدل ما هم متشردين في البلد كده نلمهم ونقعدهم في السينما. السينما هتلمهم. والله هتاخد الترنيدو بسببنا والله. انا على جنبك. عايزين نطور البلد كده، بدل ما البلد عامله ازاي، البلد ما كلها البلد جميله. البلد لا يا البلد جميله وكل حاجه، بس مش اللي هي مش زي بلاد بره. المهم هتسمي السينما ايه؟ ست ابو كبير. ست ابو كبير يا اسطى، ست ابو كبير اسم حلو. سينما ست ابو كبير كده يا فخامه. ست ابو كبير ديت اسم البلد. سيتي اسم البلد. ايوه سينما ست ابو كبير، انت فاهم؟ بدل ما هي محافظه ابو كبير. يلا بقى انت مصمم ان ابو كبير محافظه؟ لا محافظه ايه يعني. عايز تقول حاجه تاني؟ لا شوف كفايه عليكم كده.